Bonjour. مرحبا بكم، هذا ملعب الانبي. هذا ملعب بطبيعة باش يحتضن مباراة منتخبنا غدوة ضد منتخب مالي. كازان في حالة جيدة. ملعب يعني كما قلنا في منطقة جبلية جاي، نسبة الرطوبة عالية صراحة، نسبة الحرارة أيضا توا في التوقيت هذا 9 متاع الصباح تقريبا في حدود 32 درجة. ممكن التحضيرات مازالت متواصلة. ميديا سنتر، وي ميديا سنتر. دونك هذا كما قلنا الملعب اللي باش يحتضن مباراة المنتخب الوطني التونسي كما تابعوا. بعد شوية باش نواجهوا ندوة صحفية للمدرب الوطني المنتخب إلى اللقاء.